بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا شباب، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. المحاضرة السابقة حكينا على تحويلات لابلاس، ونهينا موضوع تحويلات لابلاس. هلا رح ندخل بما يسمى المخطط الصندوقي، أو ما يسمى بلوك دايجرام. بلوك دايجرام، طبعا انت يا شباب بحاجة انه اذا كان عندك نظام تحكم انه تمثله على شكل صناديق. تمثيل النظام على شكل صناديق يسهل لك دراسة وتحليل هذا النظام، ومن ثم تبسيط النظام، تبسيط النظام او التحكم اللي انت عم تشتغل فيه. نظام التحكم يا شباب يمثل ويوضح جميع المسارات التي تسلكها الإشارات، وأيضا يحوي على أسهم. هذه الأسهم تدل على اتجاه تدفق الإشارات، وأيضا يحتوي على نقاط تجميع الإشارات وتفريع الإشارات. يعني أنت إذا شفت نظام تحكم فشفت أسهم معينة بهذا الشكل، هذا السهم يدل على اتجاه هذه الإشارة. كيف نمثل المخطط الصندوقي بشكل عام؟ طبعا نمثل المخطط الصندوقي بشكل عام دائما يا شباب بإشارات الدخل. إشارات الدخل ممكن يكون عندي إشارة واحدة مثل الإشارة RS، وممكن يكون عندي أكثر من إشارة مثل الـ AS BS وإشارات الخرج. وإشارات إيش؟ الخرج. طبعا يا شباب حتى نبسط المخطط الصندوقي لازم يكون في عنا أدوات، ولازم يكون في عنا تقنيات لهذا التبسيط. فخذوا هالمخطط الصندوقي هذا البسيط اللي هو عبارة عن حلقتي جمع. طبعا انت اسمها هي حلقة جمع، ولكن ممكن يكون فيها فرع مطروح، يعني ممكن يكون فيها إشارة طرح، لكن تبقى هذه اسمها يعني سم نود او حلقة جمع. حلقة ايش؟ جمع. هلا عندك الإشارة دي اس، ماذا تساوي؟ تساوي مجموعة الإشارة RS AS ناقص BS. إذن الإشارة DS ماذا تساوي؟ تساوي إلى RS زائد AS ناقص BS. طبعا الS شو هو يا شباب؟ هو تحويل لابلاس. الS هو تحويل إيه؟ تحويل إيش؟ تحويل لابلاس. طيب الإشارة CS ماذا تساوي؟ الإشارة CS ماذا تساوي؟ ألا تساوي الإشارة DS ناقص ES؟ مظبوط مثل ما كنتم شايفين. طيب معناتها أنا فيني أعوض. فيني إيش؟ فيني أعوض، يعني بجيب الـ DS، بجيب الـ DS منين بجيبها؟ باخذها. فبيصير عندك CS تساوي RS زائد AS ناقص PS، يلي هني هدول شو؟ هني عبارة عن ايش؟ عبارة عن DS. DS طبعا مو لهون، فقط لهون، فقط لهون. ناقص ES. ناقص ايش؟ ES. معناته انا يا شباب بدل ما يكون عندي حلقتين، فيني احط حلقة واحدة. فيني احط حلقة واحدة. الحلقة الواحدة تضم جميع هذه الإشارات. تضم ايش؟ جميع هذه الإشارات. RS زائد AS ناقص BS ناقص ES. هدول شو عطوني يا شباب؟ عطوني الإشارة النهائية اللي هي CS. طيب في عنا شيء اسمه البلوكات التسلسلية. يعني إذا كان أنت عندك مخطط صندوقي أول أو بلوك أول، أو بسموه Transfer Function 1، يعني تابع نقل أول. تابع النقل الأول هذا هو، وهذا هون عندك تابع النقل الثاني. ألا تستطيع؟ وهدول موصولين على التسلسل. ما معنى موصولين على التسلسل يا شباب؟
خرج الأول اللي هو الـ AS هو دخل للبلوك الثاني. إذا خرج البلوك الأول هو دخل إلى البلوك الثاني. طيب تعالوا لحتى نختصره، بنجي على هاد CS. CS ماذا يساوي؟ نحن أخذنا امبارحة في المحاضرة الماضية قلنا تابع النقل بشكل عام transfer function يساوي الخرج، الخرج out، مظبوط، الخرج على الدخل in، على الدخل. فمعناتها الخرج ماذا يساوي؟ يساوي تابع النقل ضرب الدخل. إذا الخرج يساوي تابع النقل ضرب إيش؟ ضرب إشارة الدخل. يعني هلأ أنا عندي CS هذا خرج و AS هو دخل لمين؟ للتابع TF2. فمعناته CS وفق هذه العلاقة يساوي G2S مضروبة ب AS. هي مظبوط، لأنه هي عبارة عن خرج لتابع النقل الثاني، وهذا عبارة عن دخل، مظبوط، وهذا عبارة عن إيش؟ تابع نقل اللي هو G2S، اللي هو شو؟ G2S. طيب نجي على تابع النقل الأول. تابع النقل الأول AS اللي هو الخرج AS ماذا يساوي؟ RS بجي واحد S، مظبوط. طيب معناته إذا بدي أعوض بالسي اس بدل الـ AS هون، فصار عندك سي اس يساوي بدل AS شو بحط يا شباب؟ شو بحط يا أحمد مطيع؟ بدل AS حط هذا RS بجي واحد S. إذا هذا هو RS بجي واحد S، هذا شو حطيت بدل؟ بدل مين؟ بدل AS مضروب بإيش؟ بجي 2S، مضروب بإيش؟ بجي 2S، لأنه أنا بعوض هون. طيب ماذا نلاحظ من هذا الأمر؟ طلع لي على هالمعادلة يا أحمد مطيع إذا سمحت، وحسام قدجي وأنس شلار وحسن محمد حسن أو يحيى حسن، يحيى معاذ، الشباب كلهم طلعوا لي على هاي المعادلة. مين بيحلل لي إياها؟ طلي على هاي المعادلة وقارن مع هذا الشكل. شوفوني راح أشر لك عليها بشكل آخر. شوف ها هذا الشكل، طلي على هاي المعادلة، طلي على هاي المعادلة، هاي المعادلة وهذا الشكل. CS ما هو؟ هو الخرج النهائي، و RS هو الدخل البدائي يعني كلي، الدخل الأساسي. إذن هذا الدخل الأساسي وهذا الخرج الأساسي، شو بيناتهم؟ بيناتهم G1S بG2S. يعني معناته أنا نتيجة هذا الضرب أو هذا التعويض حصلت على أنه تابع نقل كلي يساوي جداء جي واحد بجي اثنين، تمام. يعني أنا معناتها يا شباب فيني عوض بدل هدول التابعين بتابع واحد، هذا هو هذا التابع في له دخل اللي هو الدخل الأساسي، وفي له خرج اللي هو الخرج النهائي. الدخل الأساسي هو RS، والخرج النهائي هو CS. طب ما هو المحصل؟ قال المحصل هو G1S بG2S بG2S، جداء تابعي النقل. معناته يا شباب أنا أخلص إلى النتيجة التالية،
إن محصلة البلوكات التسلسلية هو جداء توابع النقل لهذه البلوكات. خلينا نأخذ مثال. لنفرض عندك تابع نقل أول هذا وتابع نقل ثاني، تمام يا سيدي، وراح يكون عندك تابع نقل ثالث، تمام. الأول طبعا هذا له دخل وهذا له خرج، راح يكون دخل للثاني، وهذا راح يكون له خرج هو دخل للثالث، وهذا هو الدخل ايش، او عفوا الخرج النهائي. هذا سميه A، الدخل A، هون B، هون C، هون D. تابع نقل الأول خلينا نفترضه 2 على S. تابع النقل الثاني افترضه 1 ناقص S، 1 ناقص S على 1 زائد S، مظبوط. تابع نقل الثالث افترضه S على S ناقص 1، وجيت قلت لك أوجد التابع المكافئ أو المحصلة المكافئة لهذا المخطط الصندوقي، فشو بتقول لي؟ D على A يعني الخرج النهائي على الدخل البدائي اللي هو تابع النقل النهائي TF بنسميه TF، مظبوط؟ لأنه ليش؟ هذا اسمه TF1 يعني تابع النقل الأول، هذا TF2، هذا TF3. شو المحصل الكامل بيناتهم؟ المحصل الكامل يا شباب هو هذا، المحصل الكامل هو هذا، عفوا هذا المحصل الكامل هو هذا، هاي المحصلة الكاملة. شو بنسمي هذا المحصل الكامل أو تابع النقل الكلي؟ شو بنسميه؟ بنسميه تي اف. دخله هو دخل أول تابع وخرجه هو خرج آخر تابع. هذول موصولين على التسلسل، معناتها بجدائهم. إذا 2 على S ضرب 1 ناقص S، مظبوط يا أحمد، على 1 زائد S مضروب S على S ناقص 1. مين عنده اعتراض على الحكي؟ 2 على تمام، S مع S بتروح، صح الكلام؟ 1 ناقص S مع S ناقص 1 شو بيضل؟ ناقص 1. إذا بيضل هون شو بيضل عندي هون؟ ناقص 1. إذا شو المحصلة معناتها؟ هون بصير ناقص 2 على 1 زائد S. هذا هو التابع المحصل أو ناقص 2 على S زائد 1، واضح يا شباب؟ هذا هو تابع النقل المكافئ. طيب البلوكات التفرعية، ماذا لو كان عندي بلوكين موصولين على التفرع؟ بلوكين موصولين على التفرع يا شباب، معناتها لهم نفس البداية، نفس البداية، نفس الدخل، والخرجين إما جمعهم أو طرحهم. إذا كانوا في حلقة جمع بيناتهم فأنا بجمع الدخلين، عفوا بجمع التابعين، وإذا كان مطروحين من بعضهم فبطرح التابعين نقل، ماشي؟
إذن إذا كان عندك تابع جي واحد وتابع جي اثنين إلهم نفس الدخل نفس الدخل إلهم نفس إيش؟ الدخل. إذن إلهم نفس الدخل فالخرج شو هو بيكون يا شباب؟ الخرجين إذا مجموعين فأنا بجمع المحصلة محصل تابعين نقل، وإذا مطروحين من بعض بطرحهم من بعض. تعالوا لناخذ مثال، تعالوا لناخذ مثال. عندك تابع نقل قيمته S على S مربع زائد واحد، وعندك تابع نقل ثاني 3 على S بS مربع ناقص 2. هدول إلهم دخل مشترك بسميه RS، ماشي؟ وهدول مجموعين مع بعض. خرج الأول مجموع مع مين؟ مع خرج الثاني. والخرج النهائي هو إيش؟ سميه CS. شو بتسميه CS؟ عطيني معناتها يا شباب المحصلة. إذا قلت لك أوجد لي محصلة هدول التابعين، تابعين نقل، يعني هاي المحصلة الكاملة. شو المحصلة شباب؟ المحصلة على الشكل التالي: ترانسفر فانكشن الكامل أو الكلي، واللي هو الخرج النهائي CS على RS ماذا يساوي؟ جمعهم، جمع الأول مع جمع الثاني زائد الثاني. إذن التابع الأول زائد التابع الثاني طلع معي بهالشكل. طبعا هلا أنا إذا بدي بسطه لازم شو أساوي يا شباب؟ لازم أوحد المقامات، مو هيك؟ لازم إيش؟ أوحد المقامات. يعني هلا هذا توحيد المقامات رح ياخذ مني شغل شوي، أنا ماني بصدد حاليا، عم بعطيكم فقط الطريقة. ولكن إذا بدك توحد المقامات هذا لازم تضربه بإس، بإس مربع ناقص 2 مثلا، وهذا لازم تضربه بإس مربع زائد 1، وبتوحد تضرب البسط والمقام وبيصير مقام مشترك وبتشتغل. يعني هذا الأمر أنا حاليا ماني بصدده حاليا، ممكن بكرة بصرنا ناخذ أمثلة بتصير الأمور أوضح بالنسبة لكم. ما يهمني حاليا لما بيكون عندك تابعي نقل موصولين على التفرع فالمحصلة هي جمع هذين التابعين. طيب، نقل نقطة توزيع إلى يمين البلوك شو معناتها؟ يعني أنا عندي يا شباب مخطط مثل ما نكون شايفين، هذا المخطط الدخل هو RS، الدخل هو RS. في عندك هون جي واحد هذا تابع النقل الأول، وتابع النقل الثاني جي اثنين، ماشي؟ وفي عندك تابع نقل جي ثلاثة بهذا الشكل، وانت أردت لسبب ما، أنا أقول لسبب ما، بكرة بصرته يعني تبحرته شوي في مخططات التحكم، بيلزمك أحيانا أنه أخي أنا بدي أضطر أنقل هالنقطة مع طبعا الوصل يلي فيها يعني إلى يمين بلوك، إلى يمين البلوك، يعني كانت النقطة على اليسار بدي أنقلها إلى اليمين. فكيف كيف أنا إذا بدي أنقل ورح حافظ على نفس التوازن في التابع ما يصير عندي خلل؟ قال إذا بدك تنقل لليمين لازم
تقسم التابع يلي نقلته على التابع اللي راح تنتقل إلى يمينه. فهمتوا علي ولا ما فهمتوا؟ يعني لما كان التابع جي 3 موصول قبل التابع جي 1 بهذا الشكل، جي 3 قبل جي 1، وانت حبيت لسبب ما لتبسط التابع اللي عندك لحتى انت مثلا عم تشتغل بمخطط تحكم واضطريت بدك تنقله الى يمين هذا التابع، قال التابع المنقول جي 3 اس يجب ان يقسم على التابع الذي تم الانتقال الى يمينه. يعني راح يصير عندك المخطط بهذا الشكل، يعني الجي 3 بتصير جي 3 مقسومه على ايش؟ على 1 على اس، جي 1 على جي 1 اس. يعني مثال، على سبيل المثال عندك هون يا شباب، عندك هون تابع اس على 2 مثلا، اس زائد 1 على 2 ماشي، وعندك هون مثلا 3 على اس ناقص 1 مثلا، طبعا هيك اتجاه الإشارات. وفي عندك تابع هون أربعة، أربعة فقط، أربعة أو أربعة على إس أو إس على أربعة مثلا، ماشي يا شباب. وجيت أنت حبيت لسبب ما أنه تنقل هذا البلوك على يمين هذا البلوك، شو بيصير التابع الثاني؟ التابع بعد ما نقلنا كيف بيصير التابع؟ قال بيصير على الشكل التالي، التابع هذا بيضل على حاله S زائد 1 على 2 واحد على اثنين، هذا التابع، هذا التابع طبعا هذا كمان بيضل على حاله اللي هو 3 على اس ناقص 1 كمان هذا بيضل على حاله. والتابع اللي نقلته شو بيصير قيمته؟ 4 طبعا هون كانت 4 على اس مو هيك؟ 4 او اس على 4 ما عاد اذكر اس على 4 ولا 4 على اس ما بتفرق معنا، فروض كان 4 على اس، فروض كان 4 على اس، اذا بيصير 4 على اس على شو؟ اس زائد 1 على شو؟ على 2. هالحكي مزبوط ولا لا يا شباب؟ اذا هيك صار عندنا التابع. طبعا بعدين بتبسط هذا التابع، تضرب البعيد بالبعيد والقريب بالقريب مزبوط، او بسموها بتضرب بمقلوب الكسر الثاني، يعني 4 على اس بتحول القسمي لضرب وبتقلب الكسر الثاني، بتصير 2 على اس زائد 1، 2 في 4 8، 8 على اس، اس باس زائد 1. اذا معناتها بتشيل هاد وبتحط بداله شو؟ هاد، ماشي. هي بعملية النقل الى يمين عقدي. طب انا اذا بدي انقل الى يسار بالعكس،
طبعا شباب هذا الاستنتاج انتم ما انكم مطالبين فيه، هو هذا الحكي اللي نحن عم نحكي هذا مستنتج، يعني هذا نحن عم نستنتجه، يعني انا راح اشرح لك اياه ولكن انت ما انك مطالب فيه، بس لحتى تفهم ليش لما كان التابع بهذا الشكل الـ A ماذا تساوي؟ ألا تساوي الدخل ضرب الـ G3؟ أي الـ BS ماذا تساوي؟ ألا تساوي كمان الدخل بـ G1؟ أي CS ألا تساوي الدخل، شو دخل الـ G2؟ هو BS ضرب تابع النقل G2. قال عند نقل النقطة P يجب أن لا يترتب عليه أي تغيير في AS و BS و CS، فمعناته أنا بفترض أنه عند البدء أنقل أنا نقلت فالـ AS ماذا يساوي؟ لما نقلت الـ AS ماذا يساوي؟ يساوي إلى RS في G1S بمقدار مجهول أنا ما بعرفه. إذا الـ AS ماذا يساوي؟ يساوي الدخل، هذا هو الدخل. شو هو الدخل؟ هو RS بـ G1S بهذا التابع، التابع أنا لسه ما بعرفه، أنا لسه ما بعرف هذا التابع. طيب بمساواة علاقتي AS، تعال ساوي هاي العلاقة، ساوي هاي العلاقة مع هاي، احذف هدول ما لهم شغل. RS بـ G1S بـ XS يساوي RS بـ G3S. إذن RS بـ G3S مضبوط يا شباب تساوي، إذا هاي العلاقة هون يساوي هذا الحد RS بـ G1S بـ XS. RS مع RS بتروح، XS ماذا يساوي؟ G3S على G1S، إذا هيك لازم يطلع معنا. عرفتوا ليش كتبناها بهذا الشكل؟ طيب نقل نقطة التفريع إلى يسار صندوق، هلا اليسار طالما هون صار ضرب، عفوا قسمي، معناته اليسار راح يصير شو؟ راح يصير ضرب على ما أتوقع. إذا كانت النقطة بالأساس على يمين G1، بدي انقلها إلى يسارها. هلا هون ببين أهمية نقل النقاط. شوف هلا أنت فرض كان عندك هذا الشكل، ماشي الحال يا شباب، وبدك تحاول تبسطه شوي، أو بدك تحاول تحصل G1 مع G2، يعني لنفرض أنه اضطريت العملية، شو بتساوي؟ بتنقل هذا لهون، بيصير G1 و G2 على التسلسل، تضربهم ببعض. بس ما هو التغيير الحاصل هنا؟ قال إذا بدي أنقل إلى إلى يسار هذا الصندوق يجب أن يصبح تابع النقل المنقول الجديد يساوي تابع النقل المنقول القديم اللي هو G3 ضرب G1. هذا هو، ماشي الحال يا شباب؟ تعالوا خذوا مثال بكل بساطة، بكل بساطة إذا عندك صندوق 3 على S ناقص 1، وهون عندك S زائد 1 فقط، S زائد 1 مو ضروري يكون كسر يعني. وهون عندك يا شباب S
زائد واحد. وقلت لك حصل لي أو بسط لي شوي، تروح بتنقل هاي النقطة لهون، بيصير عندك هذا التابع مع هذا صاروا على التسلسل، تضربهم ببعض، مظبوط الحكي؟ يعني بيصير 3 على اس ناقص 1 مضروب بإيش؟ اس زائد 1. مظبوط؟ والتابع هذا اللي نقلنا لهون على اليسار شو بيصير؟ بيصير بهذا الشكل S زائد 1 في هذا المقدار، يعني 3 ب S زائد 1 بإيش؟ على S ناقص 1. طبعا طلعوا نفسهم، يعني لا يعني انه والله هذا مثل هذا، لا يعني بالنهاية هيك طلع معنا، واضح؟ طيب طبعا هذا الاستنتاج نفسه مثل ما حكينا، ولكن انتم ماكم مطالبين فيه، لازم تعرفوا اذا بدي انقل ليسار عقدي ليسار نقطه شو راح يصير، واذا ليمين نقطه شو بدي يصير. تمام. هلا اذا بدي انقل حلقه، انا من شوي كنت عم انقل ايش؟ نقطه نقطه، الان بدي انقل حلقه حلقه مثل هي، شوفوا مثل هي الحلقه، بدي انقلها ليمين صندوق، معناتها بدي انقلها مع ايش؟ مع التابع، مع هذا التابع كله، يعني هذا كله بدي انتقل هذا، بحيث يصبح بهذا الشكل، يصبح بهذا الشكل. كيف آلية النقل؟ آلية النقل عكس آلية العقدي. انا لما كنت عم انقل على العقدي كنت قسم، مظبوط؟ ارجعوا لليمين، هي لليمين شو كنت ساوي؟ كنت قسم. هلا بضرب، شو بساوي؟ اضرب طلع. لما نقلت هذا التابع مع الحلقة لليمين فضربت التابع يلي نقلت على يمينه مع التابع المنقول، ضربتهم مع بعض. اذا ال H S هاد ضربته ب G S. ولما نقلت لليسار بقسم، عكس النقل ليسار لليسار بالحلقة السابقة، نقطة التفريع لليسار من شوي، لما نقلت لليسار من اليمين لليسار شو ساوي؟ ضربت. شو بساوي هون هلا؟ قسم. شو بساوي؟ أقسم. إذا نقل نقطة تفريع إلى اليمين يلزمه إجراء يعاكس نقل حلقة إلى اليمين، احفظوا هاي العبارة، ونقل نقطة تفريع إلى اليسار يلزمه إجراء يعاكس نقل حلقة تفريع إلى اليسار، واضح؟ يعني لما بدي أنقل لليمين بالنسبة للنقطة بقسم، بالنسبة للحلقة بضرب، ولما بدي انقل لليسار بالنسبة للنقطة بضرب، وبالنسبة للحلقة أقسم. طيب هلا في عنا فقرة هامة جدا 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 اسمها تابع نقل حلقة التغذية العكسية، هذا مهم جدا يا شباب، هذا مهم جدا. حلقة التغذية العكسية شو معناتها؟ اني انا باخذ إشارة من الخارج، من الخارج، وبيكون عندي تابع نقل، هذا اسمه تابع نقل التغذية العكسية، وبرجعه لوين؟ لحلقة الدخل، وبطرح الدخل من حلقة التغذية العكسية. شوف هون في شو الإشارة بيناتهم، طرح حصرا لازم يكون طرح، واضح؟ طبعا ممكن يكون حلقة تغذية عكسية
موجبي، لكن هي تغذية عكسية. شو؟ سالبي. سالبي. طيب كيف أنا بدي حصل هالتابع هذا كلياته؟ كيف بدي حصله؟ ماذا يساوي؟ تعالوا نشوف. هلا الـ ES ماذا يساوي؟ هاي الـ ES إذا سمينا هاي الـ ES، ألا تساوي RS ناقص BS؟ يعني عندك إشارة هون طالعة من الحلقة، ماذا تساوي؟ إشارة الدخل RS ناقص الـ BS. طب الـ BS هاي نفسها اللي جاي من هون ماذا تساوي؟ هاي خرج لتابع النقل، ألا تساوي CS يلي جاي لهون على الحلقة ضرب HS؟ لك إذن BS هاي BS BS ماذا تساوي؟ CS ضرب إيش؟ HS. معناتها إذا سمحت شيل لي هاد اللي هو هذا مستوياته وعوض لي إياه هون. إذا يساوي معناتها الـ ES يساوي RS ناقص CS بـ HS. ولكن بالمقابل CS هاد ألا يساوي GS ضرب ES؟ CS ألا يساوي GS ضرب ES؟ مظبوط. معناتها بتشيل هالمساواة هاي وتعوضها هون، صار عندك ES تساوي RS ناقص CS هون ES بGS. مظبوط مظبوط. ES بGS معناتها أنا صار فيني طالع مين؟ CS. أو بالعكس بالعكس، دقيقة دقيقة لا تخربطوا، هاي CS بشيل الـ ES، هاي هاي بشيلها كلياتها. وين بعوضها يا شباب؟ بعوضها يعني راح تصير بدل الـ ES كامل هذا المقدار مضروب بمين؟ بجي اس، تعطيك هاي. فك القوس، الـ CS راح تنضرب بـ HS بـ GS. انقلها للطرف اليساري وطالع الـ CS عامل مشترك، والـ RS راح تنضرب بـ GS هي. طيب أنا بدي تابع نقل الحلقة المغلقة، يعني التابع الكلي هو CS على RS، لأنه هذا أنا قلت هذا التابع النقل الكلي بدي إياه، هذا هو. فالحلقة المغلقة ضمنه الحلقة. إذا CS على RS ماذا يساوي؟ شوف CS على RS ماذا يساوي؟ GS مقسوم على مين؟ على هذا المقدار. مظبوط هالكلام؟ طيب ماذا لو كانت الـ HS تساوي الواحد؟ يعني هاد هل HS هاد تساوي الواحد؟ بتحط واحد يطلع معك هذا المقدار. فتابع نقل الحلقة المغلقة بالتعريف ماذا يساوي؟ تابع نقل الحلقة المغلقة بالتعريف، حلقة التغذية العكسية السالبي بالتعريف ماذا يساوي؟ يساوي إلى تابع نقل الحلقة الأمامية على واحد زائد تابع نقل الحلقة الأمامية بالحلقة العكسية. هذا هو تابع نقل الحلقة الأمامية على واحد زائد تابع نقل الحلقة الأمامية بحلقة التغذية العكسية. هذا قانون مهم جدا 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 جدا، واستنتاجه مطلوب 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 الاستنتاج. مطلوب الاستنتاج. خذ مثال، هذا مثال طبعا هي زائد هي ناقص. أوجد التابع المحصل لحلقة التغذية العكسية.
تابع النقل المكافئ transfer function. ماذا يساوي CS على Arrays؟ ويساوي تابع نقل الحلقة الأمامية، هاي الحلقة الأمامية، على 1 زائد حلقة التغذية العكسية في حلقة التغذية الأمامية. واضح؟ إذن هذا هو يمثل GS، وهذا يمثل HS، وهذا يمثل شو؟ GS. تساوي 10 على 20 ضرب 100 10 200. مظبوط يا شباب؟ بوحد المقامات هون، يعني شو بيعطيني؟ تعال نشوف من هون. 10 على اس زائد 4 بضل على حالها، 10 على اس زائد 4 على هون بيصير، بتوحد المقامات بتصير اس زائد 4 زائد 200 على شو؟ على اس زائد 4 لانك وحدت المقامات. مظبوط هالكلام؟ مظبوط. اذا هون اس زائد 4 مع اس زائد 4 بتروح، يضل 10 على اس زائد 204. 204. هاي هي محاضرتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت تدرسوها بشكل جيد، وشكرا لإيصالكم.